أهلا بكم. دخلت مفاوضات سد النهضة يومها العاشر على التوالي، ولم تفلح المحادثات في الأيام الماضية والتي جرت على مستوى الخبراء في تحقيق اختراق في أي من النقاط القانونية أو الفنية العالقة. ورفضت القاهرة مقترحا إثيوبيا يقضي بإرجاء القضايا الخلافية إلى ما بعد التوقيع على الاتفاق، وإحالتها إلى لجنة فنية تشكل لتنفيذ الاتفاق، ولم تفض المفاوضات إلى نتائج إيجابية حتى الآن، في الوقت الذي تدور فيه خلافات قانونية وفنية حول قواعد ملء وتشغيل الخزان، خصوصا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، لا سيما عوامل الأمان وتأثير سد النهضة على تشغيل السدود السودانية. من جهته قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبد الرحمن إن بلاده ستستفيد من الارتفاع النسبي في منسوب مياه نهر النيل الأزرق بعد ملء سد النهضة في إنتاج الكهرباء. أضاف الوزير السوداني أن سد النهضة سيمنح الخرطوم الفرصة لإنشاء محطات كهربائية مائية جديدة. أقال موقع بلومبيرج الأمريكي إن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشلت في تحقيق اختراق لحل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن سد النهضة. لمناقشة تطورات هذا الملف أرحب بضيفي عبر سكايب من القاهرة السيد محمود إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي المصري. أهلا بك معنا سيد محمود. أهلا بك يا أستاذ أسامة وبالسادة المشاهدين أهلا بك. وأيضا ينضم إلي عبر الهاتف من أديس أبابا السيد مختار محمد عضو منتدى علماء إثيوبيا في الخارج. أهلا بك معنا. أهلا لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. نعم سيد محمود، أبدأ معك. 10 أيام دون تحقيق أي تقدم يذكر، ما هي الأسباب من وجهة نظرك؟ يعني من المتابعات فيما يقال يبدو أن الطرف الإثيوبي يتعمد استراتيجية المط والتطويل و يعني المماطلة بشكل كبير من أجل أنه الوفد المصري يزهق فيقدم تنازلات في النهاية، بالإضافة إلى أنه بيحاول أن يبدو أمام الداخل أنه متشدد وأنه لا يتساهل في هذه المفاوضات، وأنه يعني لأنه الداخل الإثيوبي في مزايدات أو في نوع من يعني الضغط على أبي أحمد لتحقيق مكاسب أخرى. ففي كل الأحوال دي مماطلات معروفة داخل يعني جزء من استراتيجيات التفاوض وجزء من العمل الدبلوماسي. مصر متوقعة هذا ويبدو أنها بتتعامل معاه طول الوقت بصبر وحتى النهاية. طيب ما هو إلقاء اللائمة دائما على الجانب الإثيوبي أيضا يطرح تساؤلات حول طبيعة الجانب المصري ومطالبات الجانب المصري. إثيوبيا ترى أنها ليست منطقية، السودان ترى أن لها مكاسب في سد النهضة تتعلق بالكهرباء والطاقة كما ذكرنا في مقدمة هذا الخبر، وبالتالي هناك انتقادات أيضا للجانب المصري سيد محمود. يعني الانتقادات اللي أنا سمعتها على الجانب المصري كلها تأتي من إثيوبيا فقط، لكن حينما تدخل المجتمع الدولي ظهر أن مصر موقفها القانوني والسياسي والأخلاقي قوي. حينما ذهبت إلى مجلس الأمن كان أغلب الخطابات باستثناء خطاب إثيوبيا خطابات تبدو في جانب أو في مصلحة أو في اتجاه ما تؤيده مصر، ليس انحيازا لمصر ولكن انحيازا للشرعية وللعمل الدبلوماسي وللمصلحة المشتركة والتعاون المشترك. نعم. نفس الأمر في البنك الدولي حينما تم الاتفاق ولم تذهب إثيوبيا للتوقيع في حين أنها كانت أعلنت أن هناك اتفاق. طيب دعني أتحول السيد يعني مختار كي نتعرف على وجهة النظر الإثيوبية. سيد مختار، لماذا تبدو وكأن إثيوبيا هي الطرف المتعنت، الطرف الرافض لأي مفاوضات، لأي استجابة للمطالب المصرية؟ أخي العزيز، أن إثيوبيا هي ليست طرف المتعنت. برأي إثيوبيا طرف المتعنت ورأي العام العالمي هي مصر. مصر ذهبت في كل مكان الذي ممكن تذهب إليه لتثبت قضيتها وحقوقها في نهر النيل كما تزعم، وحاولت أن تمنع إثيوبيا من إقامة مشروع السد بكل ما تقدر من قوة، وذهبت شرقا وغربا كما تفعل دائما وتنجح، ولكن هذه المرة فشلت في كل محاولتها لأن المفاوضين الإثيوبيين هذه المرة جادين وقد استعدوا استعدادا كاملا، وإثيوبيا هذه المرة مصرة في حفظ على حقوقها المسلوب للسنوات
وإثبات سيادتها على أرضها ومياهها. ولكن وثيقة المبادئ سيد مختار التي وقعت عليها الدول الثلاث كان هناك بند يتعلق بحسن النوايا وبألا تتخذ أي دولة من الدول الثلاث قرارا أحاديا يضر بالدول الأخرى سواء كانت دولة منبع أو من دول المصب. هذا هو المربط الفرس يا أخي الجديد، وكل المصر تفسر بجانبها ماذا يعني ألا تضر. أن إثيوبيا هي قد أثبتت للجميع أنها لا تقصد الضر، ولكن المصريين يفسرون الضرر ما يسمونه الحقوق التاريخية 52 بليون مليار متر مكعب من ماء، هم يقولون لا ينبغي أن ينقص من هذا الشيء. وهم الآن فيما يبدو أن مصر هي الآن لا تتوقع أن تمنع إثيوبيا في ذهابها مضيا في مشروعها، ولكن المصر تريد أن تدمن من إثيوبيا الحقوق المزعوم هذا 55 مليار متر مكعب مستقبل، وإثيوبيا الآن هي فطنة لهذا وهي لا تريد أن تعطي هذه الفرصة. طيب. إثيوبيا تقول ابقى مع سيد مختار، سأعود إليك مرة أخرى. سيد محمود إبراهيم، صحيفة أو وكالة بلومبرج الأمريكية تحدثت في تقرير عن البعد الأفريقي لهذه الأزمة، ومما ذكر في هذا التقرير يبدو أن النظام المصري قد خسر الدعم الإفريقي. تحدث التقرير عن موقف جنوب إفريقيا على سبيل المثال، وبأن الموقف الإفريقي أقرب لدعم إثيوبيا منه للوقوف مع مصر. كيف تفسر ذلك؟ أنا ما أعرفش أساسها السياسي من أنه الاتحاد الإفريقي وأغلب دول إفريقيا تؤيد حق إثيوبيا حتى وإن كان ذلك صحيح، فأنا يعني لا أعرف ما هو نوع الحق الذي تؤيده. هناك خلاف حول مسائل فنية، هذا الخلاف إما سيحل بالتفاوض إما سنلجأ إلى طرف ثالث كي يقوم بالتحكيم سواء كان محكمة العدل الدولية، سيسقط اتفاق أو إعلان المبادئ هذا لأنه خلاص إثيوبيا تنوي إذا كانت تنوي أن تملأ الساد، وسيصبح بلا قيمة لغياب حسن النوايا ولغياب الهدف منه، فستلجأ مصر إلى مجلس الأمن، ستلجأ مصر إلى التحكيم. أنا مش قادر أتخيل أنه المسألة السياسية أنه يعني تقرير صحفي أقدر أقيس منه المسألة السياسية. المسألة السياسية هي ما هي الخيارات؟ ما هي الخيارات أمام كل من الطرفين؟ الطرف الإثيوبي يخشى أن يذهب إلى المجتمع الدولي ويخشى أن يذهب إلى مجلس الأمن. والحقيقة في نقطة أثارها ضيفة يعني بتؤكد اللي أنا بقوله، إن هو بيفاوض على شيء نحن لا نتفاوض عليه. هو بيتكلم عن بيقول على 55 مليار الحقوق المزعومة، هي مش مزعومة، هذه الحقوق مثبتة وبها اتفاق دولته تلتزم به، تلتزم بهذا الاتفاق ويعني ولم تعلن انسحابها منه، وهو ليس جزءا من هذا التفاوض. نعم. التفاوض على الآن بشكل واضح على قواعد ملء السد بحيث أنه مصر لا تنقص من حصتها في السبع أو التسع سنوات القادمة من هذه الحصة اللي هو أشكرك شكرا جزيلا. محمود إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي المصري كنت ضيفي عبر سكايب من القاهرة، وأعود إليك سيد مختار مرة أخرى. سؤالي الأخير يتعلق بالاتهامات التي توجه لإثيوبيا في الحقيقة من أنها تناور وتناور لكسب مزيد من الوقت ثم ستعلن فشل المفاوضات وبدء ملء خزان سد النهضة، كيف تعلق؟ الأمر المراوغة هو من قبل المصريين كما أثبت الإثيوبيين، كما قال ضيفك أن إثيوبيا تخشى أن تذهب إلى مجلس الأمن وإلى غيرها، بل هي ذهبت ونجحت في ملفها كما أنت ذكرت سابقا. وفي الحقيقة مصر في هذا الملف تستفز جدا الإثيوبيين، مصر تتصرف كأنها محتلة لنهر الأباي الذي يسمونه نيل، ومن يحتل النيل للإثيوبيين هو يحتل الأرض الذي تنبع منه الأنهار التي تغذي هذا النهر، وهذا قد حول قضية سد النهضة من مجرد مشروع عادي لتوليد الطاقة إلى قضية قوضية إثيوبيين. قد اصطف الآن جميع الإثيوبيين وراء هذا الملف، حتى لو أرادت الحكومة الإثيوبية تتنازل شيئا منه أن الشعب لا يسمح لها. شكرا جزيلا لك مختار محمد، عضو منتدى علماء إثيوبيا في الخارج كنت ضيفي عبر الهاتف. إلى ملفنا الرابع والأخير إلى سوريا.